عرفت بأن نقوم بتدشين وتوزيع وتقديم سلل غذائية للفقراء والمحتاجين والنازحين في الجمهورية اليمنية في مدينة تعز. بفضل ببذل سعد للإخوان صافي جزاكم ربنا المنان خيرا كأبلغ ما يكون من التوافي. شكرا لي يا شرف عايد على تعاونكم معنا احنا وعلى يعني اللي تقدمون احنا اياهم السلال. اول منظمه تستهدف المنطقه حقنا. ظروف الناس جميعا صعبه، نشكر منكم الاستمرار في هذه السلال الغذائيه. نشكركم على هذا الجهد المبذول ونتمنى منكم الاستمرار في هذا العمل الخيري وجزاكم الله الف خير. جزاكم الله الف خير. الله يعطيكم العافيه ان شاء الله. عرفت بأن دنيانا بخير إذا ما كان مثلكم بباقي أيا من خصهم ربي بفضل ببذل السعد للإخوان صافي جزاكم ربنا المنان خيرا كأبلغ ما يكون من التوافي جزاكم ربنا.